احنا المشكله هاي التصريحات اللي بدها تطلع بين فتره واخرى، ومن تكون من شخص مسؤول، يعني نحير شلون نتعامل وياها بالعاميه. يعني اليوم انا اذا مواطن بسيط واسمع اليوم من شخص مسؤول او شخص في موقع المسؤوليه انه يصدر من عنده هذا الكلام، طيب اذا هو حقيقي فهي هاي مشكله هو لازم يحاسب عليها. فهي مشكله اللي توجه الى الكلام، مثل ما تفضلت حامد الدستور رئيس الجمهوريه اليوم انه احنا عشمنا وقانوننا وتوجهنا وانطلاقتنا كلها تكون من عنده. طيب اذا هذه كانت الكلام صحيح، فاذا اليوم ماكو معناها احترام للدستور ولا للقانون، وانت ما مؤتمن على حقوق هذا الشعب اللي امن بيك واللي يرتجي الخير على اساس انه حقوق الانسان وعلى اساس القانون والدستور، وانه ماكو محسوبيه ولا منسوبيه ولا غيرها ولا غيرها. واذا كان خطا هذا الكلام، فاليوم من يصدر هذا الكلام من هيك شخص، معناه هم لازم انا اجي واحاسبه واقول له تعال انت من تحدثت بهذا الحديث في المواقع التواصل الاجتماعي، في التلفزيون، في امام احد، في جلسه، في مكان، فانت مسائل عن كلامك، لانه اذا الانسان البسيط يخطا مره فانت تحاسب مرتين، كونك عندك علميه مو جاهل بالموضوع ولا بالقانون ولا بالاليه واللي بالكلام، مثل ما صار ذاك اليوم بتصريحات شعلان الكريم من دعته الهيئه النزاهه على ضوء ما تحدث فيه لاحدى القنوات الفضائيه في احد البرامج التلفزيونيه عن تلقي رشا وغيرها وغيرها وكذا، كنت احد المسؤولين ايضا، وهنا هذه ايضا مشكله. هذا الموضوع شوف فتح المجال الى الجميع، الى انه اليوم يعني اليوم اللي يشوف ماكو حساب ولا كتاب ولا موضوع ولا انه يسأل عن قضيه معينه، راح ينفتح المجال الى في كل المجال، وبالتالي يبدي يتمادى. تقول لي قانون ماكو، اقول لك لا اكو قانون، لكن المواد موجوده؟ نعم موجوده، لكن الخلل في تطبيق هذه المواد او تطبيقها على فلان دون فلان، والا كان خاف من هذا الموضوع. فهذه يجب ان يحاسب اليوم بالبرامج، بالتصريحات، بغيرها، يحاسب كل المسؤولين عن التصريح اللي يصدر من عندهم، بالتالي هو مسؤول عن تصريحه ومسؤول عن اي كلمه وعن اي تصرف يصدر من عنده، لان هو ارتضى انه يكون بالمسؤوليه او اي شخص في موقع العامه.